ايوه يا شيخنا، والله اسلم. كلامه جميل ووصاياه جميلة. انا اتمنى يعني لا تكون زيي، تمني تصير نايف. لا لا، انا اتمنى من الاباء والامهات صراحة ان يوصوا ابنائهم في الترابط العائلي. صحيح. يعني ما بين الابناء والبنات، وايضا يوصونهم على الترابط الاسري بما فيه صلة الارحام، لان الولد قدوته والده. صحيح. ولما يشوف ابوه مرتبط مع الاسرة ومرتبط مع الاقارب ويزاورهم، ويشوف ابوه يعني يزاور خواته عماته، وذا هذه تتربى معه فتصير عنده غريزة، ولكنها غريزة طيبة. صحيح. قد تكون عادة، ولكن تكون عادة طيبة، تصير عبادة بعدين، يحولها إلى عبادة. نعم. صحيح. بعض الناس ترى تجد عنده صلة الرحم قد تكون عادة، من طلعه يشوف أبوه يزور عمته ويزور خالته ويزور عمه ويزور خاله، فصار هو مثل أبوه يزور. صحيح. لكن لما يعلم بعدين فضل اللي هو يفعل هذا من صلة الأرحام ومن بر الأخوان وغيرهم والإحسان لهم، خلاص يتحول عنده إلى عبادة. فيا أخواني، ترى هناك أسر مترابطة وأسر بينهم يعني صلة رحم عجيبة، وأسر وأسر بسبب ماذا؟ بسبب الآباء. صحيح. بسبب الأمهات. فتجد حتى بعض الأمهات يعني توصي بناتها وتوصي عيالها زوروا عمانكم، روحوا لعمانكم. نعم. روحهم. الأب تلقاه يوصي عياله وبناته روحوا لخوالكم روحهم. فهم بالوصايا هذه والتربية هذه ربوا ربنا. وزرعوا فيهم صلة الأرحام. لا شك. الله أكبر. وصلة الأرحام يا أخواني من أعظم العبادات التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه جل وعلا. نعم. بل إن الله سمى قطيعة الرحم فسادا في الأرض، فهل عسى أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم سماها الله فساد. الله أكبر. أن تفسدوا في الأرض، من أعظم الفساد في الأرض قطيعة الرحم. وكثير منهم متدابرين الآن ومتقاطعين، نسأل الله العافية والسلام، بسبب أمر دنيوي. لكن أنت تربي ابنك أنه يصل رحمك. يعني أنا ترى استهادتني صراحة قصيدة أبو نايف. إيه نايف. يوصي فيها، يقول أوصيك على الصلاة على أخوانك وخواتك. نعم. والأرحام بني أخيك. والأرحام إيه. إيه نايف. والأرحام بني أخيك، هذا أمر عظيم ترى. فلابد أن نوصي أبناءنا بهذا العمل الجبار. نعم. نعم. والعمل. نعم. الكبير. ان يتواصلون مع ارحامهم ويبرون بمن هو قريب منهم ويحسنون اليهم. فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وعزتي وجلالي لا اصلن من وصلك ولا اقطعن من قطعك. عن الرحم يتكلم. فترى يا اخواني امر صلة الارحام ترى ما هو امر سهل، بل ان العلم يعني دونها كبيرة من كبائر الإثم. صحيح. والذنوب قطيعة الرحم، بل إن الله لعن قاطع الرحم في القرآن حتى وإن كان من الصالحين. صحيح. في نهاية الآية اللي ذكرناها قبل شيء، وش قال الله عز وجل؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم فأعمى أبصارهم. يعني ترى تجيه مواعظ كما ذكر بعض العلم، تجيه مواعظ وتجيه عبر وتجيه نصح، لكنه ما يستمع. نسأل الله استهويها السلام. الشيطان نسأل الله العافية، يظن أن رأيه هو الصحيح وأن فعله هو الفعل الصح وأنه قوي شخصية وأنه هو اللي يفرض رأيه في المجتمع. لا لا يا أخي، هذه والله تدابير شيطان، تدابير شيطان. والله أن قوي الشخصية اللي يتغلب على الشيطان. الله أكبر. نعم. ويطيع الرحمن وينزل هذه النفس ويذل هذه النفس لله عز وجل. الله أكبر. وأنا بقول له ترى كنت ما ذليت نفسك، ترى كنت عزيت نفسك. والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه في حلقات سابقة: ما زاد العفو، هذا العفو بشكل عام، صاحبه إلا عزة. طيب كيف إذا كان العفو عن الأقارب؟
أكثر عزة؟ كيف عن الأرحام أزود وأسود؟ كيف إذا كان هذا العفو يجعل صلة الأرحام تستمر ويجعل قطيعة الرحم تنتهي؟ هذا أعظم وأعظم يا أخي، هذا أعظم وأعظم. لابد أن نحرص على من حولنا ونوصي، ومن هذا الباب يعني، ومن يشاهدنا الآن ومن يستمع إلينا الآن وبينه وبين أخيه قطيعة رحم، أنا أقول له الآن بادر في صلة الأرحام، بادر بالاتصال، بادر بالاعتراف، بالاعتذار. طيب هو أخطأ عليك، أعلم أنه أخطأ عليك، لكن أنت تكون أحسن منه. الصلة أن تصل من قطعك. طيب هو بدأ قاطعني يا أخ ما يجيني، أنا أقول له أن تصل الصلة، صلة الرحم أن تصل من قطعك، إنما أن تصل من وصلك فهذه مكافأة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الواصل من يصل من قطعه. ليس الواصل المكافأة، نعم. أيه، شف، أن تصل من قطعك. الله أكبر، نعم. وبإذن الله سيكون لك العزة. فيا إخواني، ترى والله إن الشيطان يكبر علينا، ولا لو راح واحد منا لقريبه وطق عليه الباب، والله العظيم أن تنتهي هذه القضية. فأنا أقول لك أنت الآن صايم، وبكرة بتصوم، وحريص عنك تصوم، ترى كنت تصوم نفل، ولكن لن يرفع هذا النفل إلى الله عز وجل إلا إذا أصلحت ما بينك وبين أقاربك، إذا أصلحت ما بينك وبين أخوانك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله في الاثنين والخميس إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هؤلاء حتى يصطلحا. يعني أنت مهما عملت وأنت بينك وبين أخيك شحناء، فعملك لن يرفع إلى الله، فكيف إذا كان بينك وبين قريب لك؟ هذه أدهى وأمر. فيا أخواني، من هذه اللحظة ندعو المشاهدين والمشاهدات إلى صلة الأرحام وإلى نبذ القطيعة، حتى وإن كان أخطأوا في حقك، حتى وإن كان جلوا عليك، حتى وإن كان أساءوا لك، حتى وإن كان فعلوا وفعلوا، فاعلم أنك تعمل هذا العمل لله عز وجل، يريد فيه ما عند الله عز وجل. فدامك تتعامل مع الله عز وجل وتريد ما عند الله، أنت ابدأ بالسلام، أنت ابدأ بصلة الرحم، أنت صل من قطعك، فستجد الخير من الله عز وجل بإذن الله عز وجل. هنا بعض الرسائل من